صفو تيجي معايا عزم ودي اهو انا بقى كان على هناك اي بيت تحاسبي يا بيت يا عمي يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اثنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انت فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا اخي لكن هيسامحكم انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قليلت الأدب يا فتحية انا قليلت الأدب يا فتحية علي هتصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقة بر يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسلية بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسلية حاسس انت بقى انت ايه موتي يا ولد بس ده كهن النسوان اللي على البيت البيت ده كهن النسوان اوعي من النهارده فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفح بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 انت هو يلا